غريب قوي يا حازم، كل ما ابوك يقول لك اي حاجه كده لازم تسمعها على طول. كلكم الفضيحه اللي انا اتفتحتها ليكم تاني. انا نفسي اعرف مين اللي عزم صحابي. انا فضحت بقت بجلاجل قدامكم. مين اللي عمل كده رؤوف؟ رؤوف مين اللي عمل كده؟ ابوك قال لي وانا سمعت كلامه على طول اعمل فيه اللي انت عايزه. الله يسهلك، الله يسهلك. مبروك يا ولاد، الف مبروك. كده برضو ما تخلونيش اجيب مطرب في الفرح ده، انا كنت ناوي اجيب لكم حمائي او العسيلي. ولزومه ايه عسيلي والحمائي؟ مع عصام كاريكا اهو. يا نهار اسود، هايدي ايه المفاجأة الفظيعة دي؟ هايدي شربت حاجة؟ هي جاية شربة جاهزة. كويس كفاية استعبطي يا حازم، كنت فاكرني مش هعرف؟ ما انت بتتجوز اهو. أم الليلة لما كنت بفتح لك موضوع الجواز كنت بتعملي فيها عبيط. هايدي انا داخل الجوازة دي مصلحة، ما تتكلم مرعوب. انت مش فاهمة حاجة، الجوازة دي كلها عوض. تعالي بره وانا اطلع لكم. مش همشي من هنا الا لما اعمل لك فضيحة. هتفضحنا انا مش انت يا نيلة. هايدي انت عارفة انا داخل الجوازة دي؟ قولي لي ليه؟ ليه؟ علشان ناخد توكيل فيرونيكا، ولو احنا خدنا توكيل فيرونيكا هايدي هتبقى ايه؟ ايه؟ هتبقى نجمة دعاية فيرونيكا. عرفتي؟ يعني لو انت فضحتينا لا هيبقى في دعاية ولا هيبقى في فيرونيكا ولا هيبقى في فلوس من اساسه. يلا بقى يلا تعالي. خد اشربها اي حاجة سخنة. يلا نجمة، نجمة فيرونيكا. ايوه ايوه. الله يحرقها هبلك. الله يحرقك بجاز. فين يا حازم؟ انت معروف يا بابا. طب يلا عشان تلبس عروستك الشبكة. يا نهار اسود، شكلها غالي قوي. 400,000 جنيه. خسارة فيهم. وجبتهم منين يا بابا في ظروفنا الهباب دي؟ اتصرفت. ما هو لازم نقدم مقامنا، ولا عاوز ابوها يشك فينا. يلا يلا يلا. ما تفردي وشك شويه، العريس جاي. اهلا اهلا. اتفضلي يا عروسه، تعالي عند العريس. اتفضلي. مبروك يا بطل. ايه ده؟ دي بجامة بيير كاردان. بجامة بيير كاردان؟ دي اخرها بجامة بالتوحيد والنور. يا قلبها يا حازم، دي خلاص بقت مراتك. الله ما تنساش احنا لسه ما خدناش القرض. اعمل معروف يا حازم، اعمل معروف. عاوزك بقى تبقى زوج مثالي، رقيق حنين، وتقوم معاها بكل الواجبات الزوجية. اقوم بواجبات الزوجية مع دي؟ دي عشان ابوسها لازم اضرب لها حبتين هابي فيس. البس البيجامه واضرب دول. هو انا صايد اوكشن من جامعه الدول؟ طب افرض ضربت دول النهارده، بكره هتنيل اعمل ايه؟ ولا يهمك، كلم رؤوف يجيب لك اتنين تانيين وعلى حسابي. ايه ده؟ ايه يا ماما الحاجات دي؟ دي قمصان نوم زي ما انت شايفه. ما انا عارفه انهم قمصان نوم، بس من امتى وانا بلبس المسخره وقله الادب دي؟ يا حبيبتي يا نور عيني، ما انت لازم من النهارده تلبسي قمصان النوم دي عشان جوزك. انا نفسي اعرف لو ما لبستيهمش دلوقتي هتلبسيهم امتى؟ ومين قال ان انا عايزه البسهم اساسا؟ ماما فكك من الجو ده، ماليش فيه. يعني ايه مالكيش فيها؟ اسمعي اما اقول لك، انت هتلبسيهم هتلبسيهم، انت سامعاني؟ وبعدين يا حبيبتي ابوكي تعبان وما هوش ناقص ومش عايزين نضايقه، وانت سمعتي بودانك الدكتور قال ايه؟ حاضر يا ماما. يا ريت بقى يا حبيبتي لو تلبسي القميص الاخضر علشان بقى تبقى ليلتكم خضرا. اتفضلي يا عروسه، الف الف مبروك. لي 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 لي. مبروك يا عريس، خد بالك منها. هنمشي بقى ولا ناويين نقعد مع بعض؟ لا لازم احنا نمشي بقى ونسيبهم مع بعض هم. ما تنساش بقى يا حازم. مبروك يا عريس. خلي بالك من عروستك، ها؟ وما تنساش طلع من مناخيرك.
حاج طلبة، يا الدنيا بتمطر عندك ولا ايه؟ عاوزك تبقى زوج مثالي معاها، رقيق حنين، وتقوم معاها بكل الواجبات الزوجية. انت هتنام بدلة البحر دي؟ عندك مانع؟ لا ما عنديش. طب انت عندك فكرة ان احنا النهاردة في ليلة الدخلة؟ وليلة الدخلة دي كأننا في حالة حرب بالظبط، يعني لازم يحصل اشتباك، بعدين سلاح المظلات يدخل، شوية بوازيك على شوية مدفعية، يعني شوية لطافة كده من الآخر، يعني رومانسية. شوف بقى يا نجم السنين، جو الحب والرومانسية واللفلفة ده ما يتعملش معايا أنا يا بابا. ها؟ ليه؟ هو انت مش مراتي ولا انا كسبتك في كيس شيبسي؟ اسمع يالا، انا مش هقولك تطلع تنام برا عشان انا كفاءه، فلو فكرت تعمل اي حاجه كده ولا كده هكسعمك، ولو عايز تنام جنبي تنام بادبك بالاخر. ايه يا جدعان؟ يا نهار اسود، هو انا اتجوزت اختي في الرضاعه؟ يا ساتر يا رب. واضح ان انت مكسوفه. بص بقى، عارفه لو شربت الكاس ده وضربت الجوب ده هتشوفي بيكهام قدامك. خمره ومخدرات؟ تعرف يلا لو ما كنتش جوزي كنت بلغت عنك. يا نهار اسود، هو انا اتجوزت مرشد ولا ايه؟ لا، متجوز كابتن يا امور. وانسى بقى ليله الدخله والكلام ده، عشان انا عندي اساسا عذر يخليك ما تقربليش. ايه؟ هو ايه ده اللي يخليني ما اقربلكيش؟ يعني عذر قهري. عذر قهري. والحاجه والدتك عندها معلومه بالعذر القهري ده؟ عارفه. ده ايه الصدف الغريبه دي؟ طب ما كنا اجلنا شويه. اديك شايف كل حاجه جت بسرعه، وكفايه لوك لوك بقى عشان عايزه انام. ايه ده؟ ما تنام. نيل انام، مش عايزه مخدات. حسبي الله ونعم الوكيل. يا ساتر، انت قايمه معايا ولا ايه؟ بتقول حاجه؟ لا لا، بقول ان انت يعني نفسك مفتوحه بألف انا وشفت. مش بلعب وبتمرن، لازم اتغذى. ربنا يكون في عونك، الحقيقه طبق متكامل فيه كل انواع الفيتامينات. ده ايه ده كمان؟ ده بيض وده لبن. دي وجبه غذائيه متكامله فيها كل العناصر اللي محتاجها الجسم. وانت مش مكفيك ال 3000 عنصر اللي في طبقك دول؟ بعدين بالنسبه للكيكه اللي انت بتعمليها دي ما تعمليش حسابي فيها، علشان انا البيض بيعمل لي حساسيه. ماشي يا ماما، ماشي حبيبتي، باي باي. انا مش فاهمه الناس اللي بتلبس مايوهات كده عادي بيلبسوها ازاي يعني؟ دي سفالة وقلة ادب يا ستي. هما جايين معرض الكتاب، دول قاعدين على حمام سباحه، عايزاهم يلبسوا ايه؟ جلاليب. طب لما انت فالح قوي كده ولابس مايو، ما تظبط جسمك الاول. فين الترابيس؟ فين المحابيس؟ لا 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 حاسبي، انت بيغور الجو الشعاعات مبروك والعيال دي؟ لا لا خلي بالك، انا العضله عندي بتنمو لجوه. والعلم بقى، انا بقضي نص يومي في الجيم. يا عم ده انت اخرك اتنين ضغط وتفيص، هزق جدا يعني. على فكره انا غبي، ما تستفزنيش علشان انت ما تعرفيش قدراتي. طب على العموم انا رايحه الجيم دلوقتي، ما تيجي معايا يا عم البق كده عشان توريني قدراتك دي. انا عايزك تجيبي اخرك معايا. اتفضلي. ماشي. اتفضلي. هاخدك
اخش بنش فلات شايلني. فعلا تمرين البنش فلاش ده مفيد جدا لعضله الشيست. بيلي ريقك. بنش فلاش ايه؟ اسمه فلات؟ وبعدين ايه العبط ده؟ تعب بنت اختك دي ولا ايه؟ ما تروح يا ابني تجيب وزن اتقل.